السلام عليكم، معكم فاطمة كاران، مفارقة ديال برنامج أمور تهمنا في المغرب. اليوم غادي نديكم معايا باش نشوفو كيفاش كدوز الحلقة الرابعة. So let's go. نديرو واحد التعليق على الميكرو قبل ما نبداو. أمور تهمنا الصوت. أمور تهمنا. أمين، كيف جاتك الحلقة؟ مزيانة، كنتي رائعة مع توضيح الإنتان وصف مكان جغرافي وتاريخي صفا، كيف جاتك التصوير ديال الحلقة؟ دازت زوينة، دوزنا تجربة واعرة، إن شاء الله تعجب الناس. إن شاء الله. فاطمة، كيف جاتك تسجيل الحلقة اليوم؟ جات رائعة جدا، كان فيها أخذ ورد وناقشنا واحد الموضوع اللي مهم بزاف. ان شاء الله يعجبكم.